السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا مش عايزين في الفيديو ده ولا هقول لك اعمل لايك ولا اعمل شير ولا اي حاجة. انا عايزك بس تركز وتديني ودنك وتسيبك من اي مشتتات حواليك، عشان انا بدعي، يعني ادعاء قد يكون صحيح وقد يكون غلط، ان انت لو عملت الحاجات اللي هنتناقش فيها في الفيديو ده مشاكلك كلها بلا استثناء هتتحل. لا، انا كمان هافور اكتر من كده شوية وهقول لك انك هتحس كأنك في الجنة. وعلى فكرة موضوع الجنة في الحياة ده ناس كتيرة اتكلمت فيها قبل كده، وحتى ان بعض العلماء قالوا ان في الدنيا في جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. مشاكلك كلها انك ما بتعملش الصيانات في وقتها، تمام؟ اي آلة او اي مكنة او سيارة او اي مكان بتبقى محتاجة صيانات. اوكي، طبعا احنا دايما بنرجع للصيانات او في الصيانة يعني للشركة المنتجة لهذه الآلة. الشركة المنتجة ليك او اللي خلقك او اللي عملك قال لك ان انت محتاج صيانات كل يوم، مش زي العربية او مش زي، لان دي حديد وانت ايه، لحم ودم. مشكلة ان انت ما بتعملش الصيانات او بتعمل الصيانات غلط. اوكي، لو عملت الصيانات صح الدنيا هتختلف معاك تماما تماما، هتحس الحياة مختلفة، هتحس بإحساسات تانية، هتلاقي إن المشاكل حتى لو كانت موجودة هي ملهاش قيمة أصلا. أوكي، أول حاجة محتاج إن وقت الصيانة ده يبقى وقت مستقطع، بريك تام من الحياة. وقف المكن كله، المكن اللي شغال بيهري طول النهار في الدنيا، في المشاكل، في الشغل، في الدراسة، في عايزك توقف كل ده، وعايزك تبدأ تركز ان ده وقت صيانة، وقت مستقطع. وعلى فكرة الوقت ده مش كبير يعني، او مش كتير على ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقك واداك كل الحاجة اللي انت شايفها دي، اداك عينين ولسان وشفتين وايدين ورجلين وسما وارض ونفس وهوى وبيت واهل واصحاب واصدقاء واكل وشرب 24 ساعة اهري فيهم زي ما انت عايز. عايزين بس 5 مرات في اليوم هنعمل وقت مستقطع كده، هنعمله ايه؟ يعني 10 دقايق، يمكن يزيد شوية يمكن يقل شوية على حسب جودة الصيانة اللي انت عايزها. انا عايزك ما تعملش اي حاجة في الصلاة الا لما تكون فاهم، يعني تعمل الخطوة تمام وتعمل ستوب لغاية ما تحس بيه. احنا مش عايزين نبقى شغالين ايه، هنهزر، دي صيانة شكلية خلاص، يعني كأنه واحد عمل صيانة ودى العربية لحد الشركة او بتاع، عملت لها صيانة منظر بس، اما جوه الدنيا بايظه وتيلي الفرامل متدمر ومش عارف المكنه خربانه وكل حاجه زي ما هو لمعها لك من بره وقال لك اتفضل، وانت ايه، وانت خدت الموضوع ده ومشيت بيه، مش هتستفيد حاجه بالصيانه دي. لا، احنا عايزين نعمل صيانه حقيقيه، تمام؟ انا عايزك لما تروح كده تتوضأ، عايزك تستشعر خروج الذنوب والمعاصي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عليها، من عينيك ومن ايديك ومن رجليك ومن لسانك، وانت ايه، وانت بتتمضمض، عايزك تحس بالمعنى ده، عايزك وانت بتغسل ايديك تحس بالمعنى ده. ما تروحش للعضو اللي بعده الا لما تستشعر المعاصي وهي نازله كده، وان انت نضفت كده وبتاع. ما تخلص وضوء عايزك تقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هو اللي انت عملته، خد بالك، طهاره، لكن انت بتقول اللهم اجعلني من التوابين، دليل يعني هو النظافة الخارجية دي تدلك على النظافة اللي جوه، اللي هي عن طريق التوبة والرجوع الى الله سبحانه وتعالى وعدم الاصرار على المعصية. بعد كده هتتجه للقبلة. الاتجاه للقبلة ده اصلا تذكرة بانك تشيل كل حاجة من قلبك الا جهة واحدة، وهي جهة ربنا سبحانه وتعالى، جهة الإله المعبود الخالق اللي اداك كل حاجة، ها، زي ما اتكلمنا، ويستحق هذا الايه، يعني بيقولوا عليها
ديديكيشن، يعني ان انت خلاص مفرغ نفسك او مكرس حياتك او مكرس نفسك للايه، للعشر دقايق دول او ال whatever يعني التايم اللي انت او الوقت اللي انت ايه هتاخده. اوكي طيب، هتبدأ ان انت تقول الله اكبر. مش هنعمل اي حاجة الا لما نحس بالمعنى ده، الله اكبر، ونقف. حسيت الله اكبر من كل حاجة، من الشغل، من الحياة، من العيال، من المشاكل، من الديون، من الشركة، من الاموال، من البيت، من الغيط، من كل حاجة. الله اكبر، الله اكبر. وخد بالك الوضعية دي دلالة على الخشوع والخضوع والذل، لانك واقف قدام مين؟ انت واقف قدام العظيم سبحانه وتعالى، انت واقف قدام الكبير المتعال، انت واقف قدام من تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده. خد بالك ان الشيء ده يشمل الملائكة ويشمل الجن ويشمل المسلمين ويشمل غير المسلمين ويشمل احبابك ويشمل اعدائك. لازم تقف بقى كده، تسيبك من كل الهري اللي انت بتهريه في الدنيا ده وتركز هنا. تمام. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه؟ لازم تقف، اقف بريك، اقف بس ما تكملش. مش هنستفيد حاجة. هتستفيد طبعا انك تسقط الفرض من عليك، لكن مش هتخش ولا احساسات الجنة اللي انا بقولك عليها، ولا صيانة حقيقية، صيانة من بره كده بس. يعني ايه؟ يعني ابدأ الصلاة دي مستعينا باسم الله الرحمن الرحيم. حسيت؟ خش على بقى. الحمد لله رب العالمين. اقف بس كملش. يعني الحمد لله على ايه؟ ولا على ايه؟ ولا على ايه؟ على الصحة ولا على الفيروس اللي مبهدل الدنيا واحنا الحمد لله رب العالمين معافين؟ على العيال اللي بتتنطط حواليك، على البيت اللي انت عايش فيه، على الاكل والشرب، على الاسلام، على الايمان، على الستر، على اقف بس. الحمد لله رب العالمين، رب كل العالمين اللي هم ما سوى الله سبحانه وتعالى، كل المخلوقات والكائنات سواء الحية أو الميتة أو الجمادات أو العاقلة أو غير العاقلة. الحمد لله رب العالمين. خلاص حسيت بالمعنى ده، حمدت ربنا سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. تبدأ تفكر، وممكن تجيلك بقى بعض الخواطر وانت بتصلي، يعني الرحمن الرحيم شبه بعض، طب ايه الفرق ما بينه؟ ترجع بقى، تبدأ ترجع لإيه؟ لبعض التفسير، كتب أو مؤلفات أو فيديوهات، تعرف ايه الفرق ما بين الرحمن والرحيم. ممكن نبقى نتكلم عليها ان شاء الله في ايه، في فيديو تاني، بس تحس ان ربنا رحمن رحيم. يا سلام. طب افرض ان ربنا هو العدل مش الرحمن الرحيم، كنت رحت في داهية، كنا كلنا رحنا في داهية. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. عدل يعني ايه؟ يعني انت شكرته وعملت الصح وبقيت كويس، خلاص ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك. استخدمت نعم ربنا سبحانه وتعالى في معصي، بس يلا بالسلامة، هوب مفيش، بقيت تحت الأرض وخلصنا. فمعنى عظيم جدا، حاجة يعني يمتلئ القلب ايه، فرح ان ربنا هو الرحمن الرحيم، مش عدل بس، مش بيعاملك بالايه، مش بيعاملك بما تستحق، بيعاملك بما يستحق هو سبحانه وتعالى. تمام. مالك يوم الدين. وتبدأ هنا تدور يعني ايه الدين. الدين ده اللي هو ايه؟ الدين اللي هو الدين، ولا الدين اللي هو الحساب، ولا تبدأ تفكر. وبعد الصلاة ممكن تروح بقى تدور على هذه الايه، المعاني. خلصت الفاتحة، كمل بس مالك يوم الدين. اياك نعبد، مش نعبدك، لا اياك نعبد. التقديم والتأخير هنا ليه معنى لذيذ كده، ان ما بنعبدش غيرك. واياك نستعين، يعني مش هنقدر نعبدك حق العبادة الا بالاستعانة بك سبحانك وايه، سبحانك وتعاليت يا ربنا. اياك نعبد واياك نستعين، برضو ما نستعينش بحد غيرك، ما نستعينش بالفيديو والكلام اللي انا قلته ده، ما تستعينش باي كتاب، ما تستعينش بكذا، دي كلها يعني ارشادات، لكن اللي هيهديك وهيوفقك للعمل هو رب العالمين سبحانه وتعالى.
اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا. خد بالك هنا انت واقف، ممكن تكون واقف لوحدك بتصلي لوحدك، ها، ومع ذلك بتقول اهدنا، دلاله على الايه؟ دلاله على التماسك والوحده والارتباط الشديد ما بين كل افراد الامه الايه؟ الاسلاميه. اهدنا الصراط المستقيم، ها، انت اللي هتهدينا ليه؟ صراط الذين انعمت عليهم، نفس الصراط اللي انت هديتهم قبل كده. وتبدأ تستحضر مين دول، كل واحدة من دول بنقف اهدنا الصراط المستقيم. يا رب يا رب عايز ابطل كذا وعايز ابطل كذا، وعايز احافظ على وردي من القرآن، وعايز اعمل وعايز اسوي، وعايز ابطل سجاير، عايز ابطل اغاني، عايز ابطل كذا، عايز اواظب على قيام الليل، عايز اواظب على صيام الليل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. مين دول؟ انت بتدعي ان انت تتحط على الصراط، تمام، ورا الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وأئمة الهدى. عايز تتحط على الصراط بتاع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحة، عايز تتحط على الصراط بتاع الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام البخاري والإمام مسلم وي 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 كل الصالحين السابقين والإيه والموجودين دلوقتي. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ما هو دول اتهدوا اتحطوا على الصراط المستقيم بس سابوه ومشيوا، تمام. لما اليهودي دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم، الاثنين اليهود من العلماء اليهود ولا احبار اليهود، لما دخلوا خرجوا من عنده قال له ايه؟ اهو هو، يعني هو اللي موجود عندنا. قال هو هو. قال فما تجد في قلبك؟ طب ايه هنعمل ايه؟ قال عداوته ما حييت. يا نهار اسود، حاجه صعبه جدا، ربنا يعافينا يا رب. فانت بتدعي ان انت ما تبقاش من دول، ها، ولا الضالين، برضو ناس ربنا هداهم، ها، وضلوا عن الطريق. خلاص بعدين آمين يا رب يا رب استجب يا رب، اهدينا يا رب، حقق لنا اللي احنا ايه دعيناه ده. وبعدين اي صورة، ها، صغيرة او طويلة انت ايه تحفظ نفس المعنى ده، قل هو الله احد، ما تسيبهاش الا لما تفهم، ها، يعني ايه وايه الجمال فيها وايه اللذاذة فيها وايه المتعة فيها. لما تركع لما تركع لربنا سبحانه وتعالى، الله اكبر تذكرة تاني ان انت ما مالكش دعوة باي حاجة في الدنيا الا الصلاة، ان ربنا اكبر من اي شيء واكبر من اي حد واكبر من اي مشكلة واكبر من اي شواغل. بعدين الانكسار ده لازم تحس بيه قبل ما تبدأ تتكلم، حس بالانكسار ان انت منكسر، باشا وسعادة البيه وسعادة المش عارف ايه وتفضل سعادتك انت هنا مكسور. حس بالمعنى ده وانت مكسور كده تقول ربي العظيم سبحان ربي العظيم، حس بالمعنى ده. سمع الله، يا خبر ابيض، احنا كنا بنقولها كده في الطراوة، سمع الله لمن حمده، تذكرة ان ربنا سامع الكلام اللي انت بتقول، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. سمع الله لأي حد بيحمده، يبقى هنا بقى تقولها، ها، ربنا ولك الحمد، دي تقولها وانت ايه ده طالعة على طول، دي مسموعة، ده ربنا سامع اللي انت بتقوله. الملك في عليائه سبحانه وتعالى الذي لا يشغله سمع عن سمع، سامع كام واحد بيصلي في الدنيا دلوقتي؟ ملايين مليارات، الله أعلم، ربنا سمعهم كلهم، ولا يختلط عليه سمع عن سمع ولا لغة على إيه؟ على لغة سبحانه وتعالى. طيب احنا كده هنكمل بالنمط ده، بس كده الفيديو هيطول قوي، ها، فخلينا نبقى نكمل إن شاء الله في فيديو تاني لو الفيديو ده عجبكم وحسيتوا إن هو إن أنت استفدت. المهم دلوقتي طبق اللي أنا بقول، ما تنتقلش من حاجة لحاجة إلا لما تحس بيها جوه، ماشي؟ طبق الكلام ده مرة اتنين تلاتة أربعة خمسة، وياريت تقول لي، ها، على في التعليقات على الفيديو حسيت بإيه؟ هل فعلا الكلام اللي أنا قلته في أول الفيديو، هل فعلا حسيت إن أنت في الجنة؟ هل فعلا الصيانة الدورية دي، ها، فرقت معاك؟ هل فعلا حسيت إن مشاكلك دي، ها، تافهة جدا جدا وما تسويش أصلا؟ يا ريت يعني اعرف الفيدباك بتاعكم، ولو الفيديو ده فاتكم في حاجه هنعمل ان شاء الله فيديوهات تانية نكمل فيه المعاني اللي ممكن تحس بيها في الصلاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.